بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رانا كوزارة الشؤون الاجتماعية نخدموا ليلا نهارا باش نوصلوا الحقوق لمستحقيها. بارك الله في حكومة الوحدة الوطنية بدعم فخامة الرئيس تم صرف منحة المهجرين اللي عانوا منذ سنوات سابقة من ولاية الحروب والنزوح وغيرها. فريق الوزارة والله المعظم العظيم، انا حتى تقدروا انتم بروحكم تتابعوا، راهو يقعدوا الساعة 12 في الليل، خاصة احنا يعني القيم اللي جينا ماهيش صغيرة، والعدد اللي نخدموا فيه احنا ما شاء الله فوق من 20,000 أسرة راللي تم الصرف ليها في عام 22، وهذا واجبنا احنا نخدمه لصالح ان نوصل الحقوق لمستحقيه. بارك الله فيك. صكوككم في الخزينه جاهزه. نبو موعد ابو وفاء لو سمحتي، نبو موعد. غدوه يجي المندوب يستلم. انا ناديت امين كم الخزينه. كم عدد الحافظات؟ ناديت امين الخزينه قالت لي انا نسجل فيهم جاهزات عندنا، راهم دخلوا للحساب في اخر ايامات السنه الماضيه. فيحتاج الامر تدقيق، يحتاج تطبيق، يحتاج بعض الدوره المستنديه داخل الوزاره، وهذا ماهوش الامر الهين، هذه راها اموال دوله وحنا بنحافظوا عليها ونوصلوها للي يستحق. فباذن الله تعالى غدوه مندوبكم يجي يستلم وما يصير خاطركم الا طيب. احنا بارك الله فيك وزارتكم انتم. بارك الله فيك. كم شهر غدوه مندوبكم يعطيكم احاطه كامله، كم الاسر، كم عدد الاسر، وكم القيمه، وكم اللي جاهز بيستلمه بكره، واللي بعد امتى بيستلمه، وكله تاخذوه بتقريب من المندوب. بارك الله فيك. هذا وعد من الاستاذه وفاء.